بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مره تشوفوا القناه اضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسويه، واي اراء واي كومنتات اصحابي هننتظرها تحت الفيديو. ما تنسوش بدعم الفيديو لو سمحتوا باللايكات والشير عشان الفايده تعم للجميع باذن الله تعالى، وفضلا لو انتوا اول مره سبسكرايب، يعني تضغطوا ضغط على الزر الاحمر ان شاء الله. اليوم مسويين حلوة لذيذة، حلوة اللدو الهندية، اقتصادية جدا بمكون واحد وبتتشكل بطريقة غريبة، هنشوف مع بعض، بس هي سهلة ولذيذة جدا. ان شاء الله الوصفة تعجبكم، اتمنى لكم فرجة ممتعة للفيديو. خلونا ننتقل للمقادير وطريقة التحضير. الحين اصحابي مقادير اللدو، انا حطيت كوب ونص طحين الحمص موجود في السوبر ماركت، نص معلقه بيكربونات الصودا ورشه لون اصفر اهو. هنقلب كله مع بعضه وهنضيف الماي حتى نحصل على القوام اللي هنشوفه مع بعض. الحين ماي عادي، مش محتاجين ماي حار ولا اي حاجه. هنقلب، احنا نريد يكون سائل اخف من الكريب اهو. هنشوف حلوة سهلة وخفيفة وكلها بمكون واحد، هو طحين الحمص البطل فيها اهو. سهلة وسريعة، هذا كده ثقيل لسه محتاجين نخفه شوية كمان. بنضيف الماي بالتدريج، نقلب لسه ثقيل شوية، برضو محتاجين ماء شوية. اهو شايفين الكثافة هذه اصحابي، خفيفة جدا اهو، شايفين خفيف بينزل سائل اهو، كأنه خيط سائل. هو كده الكثافة بتاعته ممتازة. هنسيبه يرتاح نص ساعة ونجهز السيرب او العسل. كيف هنسويه؟ هنا اصحابي مقادير العسل او السيرب، هذا كوب ونص سكر، هحط عليهم 3 ارباع كوب ماي، وحطيت عليهم ربع معلقة ملح ليمون. لو ما عندكيش ملح ليمون تحطي نص ليمونة بعد الغليان. هضيف 3 ارباع كوب ماي واحطهم على النار لحد ما نشوف القوام ماله ان شاء الله. الحين اصحابي حطينا السيرب اهو، اضفت عليه 3 ارباع كوب ماي وربع معلقه صغيره ملح ليمون، مفيش ملح ليمون قلنا عصير نص ليمون، وهنخليه لحد ما السكر احنا قلبناه مره واحده، ما تقلبيش فيه كتير عشان ما يسكرش منك، هخليه حتى يتقل خالص ونشوف القوام مع بعض. الحين اصحابي هذا قوام العسل، شايفين احنا نريده كده يكون ثقيل عشان يمسك لي الحبات مال اللدو، نمسكها في بعض اهو، شايفينه كانه صمغ بالظبط. طبعا هما بينكهوله اصلا، الوصفه دي انا عملتها اكتر من مره يعني لحد ما وصلت لهذه النتيجه. هما طبعا بيحطوا هيل او زعفران بينكهوا الشيره، بس هذه خليها ايه للمرحله الثانيه. طيب العجينه بعد ما خليناها ارتاحت، هو اصلا تشكيل العجينه هما بيبقى عندهم مقصوصه كبيره كده، بس الخروم بتاعتها صغيره عكس المقصوصه بتاعتنا اللي احنا بنشيل بيها المكرونه والاشياء هذه. طيب اللي انا بقى فكرت في فكره، هم بيبقى عندهم خروم صغيره، خدت اي بوتل من العصير اهو وخدت الغطاء مالها وعملت اخرام صغيره بالابره عشان تدينا كور صغيره اهي، شايفينها اهي. هحط بقى الخليط في البوتل هذا ونشوف، وهنسخن الزيت ونشوف كيف هنسويها ان شاء الله. زي ما انتم شايفين اصحابي انا اختبرت الزيت، هما يعني اللي بيستخدم المقصوصه اللي هي الاضيق من هادي كمان، لكن صدقوني برضو حتى بتدي الكور كبيره، احنا عايزينها كور صغيره مثل هادي. فشايفين اهي، مجرد ما بنخض البوتل بتدينا كور صغيره على طول وبتكون ممتازه اهو. يعني شفت الطريقه سهله وممتازه وما خدتش منا اي وقت. طبعا هي ما بتاخدش وقت على طول عشان تتسوى،
شايفين؟ كأن انا بخض بس. بنعمل كده بتدينا مثل ما انتوا شايفين بتتحمر بسرعة. شايفين؟ بتدينا كور بسرعة بسرعة اهو. بس مجرد ما بتاخد لون حلو احمر كده على طول بنصفيها، بنخرجها من الزيت، هي يعني ما بتاخدش وقت، على طول ثانيتين وبنطلعها على ورق نشاف. اوكي اهو شايفين اصحابي، هي كده جاهزه اهي، هخرجها من الزيت واكمل بقيه الكميه بنفس الطريقه ونرجع نشوف الخطوه الثانيه مع بعض. الحين اصحابي خلاص اللد والكرات اهي، شايفين قد ايه صغيره وممتازه اهي، وبنصفيها على كلينكس عشان الزيت الزياده. الحين بقى انا السيرب اضفت عليه لون احمر سوري لون اصفر اللي اضفناه على عجينه الحمص، وحطيت ربع معلقه صغيره هيل ومعلقه سمنه او زبده. والحين بقى هحط السيرب العسل وكرات الحمص وهنشوف كيف هنسويها مع بعض. الحين اصحابي اضفنا العسل اهو كله وهنقلب، وبعدين بقى مش هينفع المعلقه، لازم عشان تشكيله لازم تلبسي الجلوب. احنا دخلنا كده العسل فيه داخل اهو كله، لازم كله يتشرب بالعسل لان هو الصمغ بتاعه اللي بيديله الشيب هو العسل اهو. احنا بس نكمل كله مع بعضه اهو. كده اهو كله هو اتشرب العسل من فوق ومن تحت كله كامل اهو. والعسل مثل ما قلنا لازم يكون تقيل عشان هو اداة الربط للدو. شايفين بقى هنعمل ايه؟ هنبدأ بالجلوفز ناخد كده واسويها كورة، اضغطها بايدي هنفضل نضغط حتى نكون كورة. الحجم بقى انت تحبي يعني تسويه ميني، تسويه كبير، تسويه كده، يعني الحجم انت حرة فيه. اهو اصحابي هذا هي حبة اللدو. وبعدين ممكن نجيب بقى حتة هذا له الشرايح اهو ونحطها في الوسط واحد ونقفل عليها ويبقى ده شكلها. هكمل كل الكميه بنفس الطريقه ونرجع نشوفكم في التقديم ان شاء الله. وهذا الحين اصحابي شكلهم بعد ما خلصتهم، بيتمسكوا بسرعه جدا، هحطهم في بيبر كابس ونرجع نشوفكم في التقديم. ورجعنا اصحابي مثل ما انتم شايفين بعد ما سوينا الحلوه وكبسناها وخليناها على طول هي بتتماسك، وعايزه اوريكم يعني قد ايه. شايفين وسامعين القرقشه؟ كريسبي، طعمها لذيذ، ريحه الحبهان فيها ممتازه. لو ما بتحبوش الحبهان ممكن تحطوا زعفران، ممكن فانيلا، لكن هي طعمها خطير خطير خطير، واقتصاديه وما خدتش اي وقت، وبالحمص يعني بروتين نباتي يعني. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، ما تنسوناش الشير واللايك للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.